بشكل مفاجئ روسيا تسحب من الجزائر شيء كبير جدا وتصدمها. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. شلكم بخير جماعة، بصحة السلام. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف روسيا تفاجئ الجزائر وتسحب منها شيء كبير جدا وتصدمها، وايضا عنا موضوع هام المغرب يتخذ قرار هام وغير مسبوق. قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحط لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بشر. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ برعاية وزارة التجارة الأمريكية، شركات مغربية وأخرى من أمريكا شاركوا في بروجرام الرياح التجارية. التقى القائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية ديفيد جرين مؤخرا بالعشرات من ممثلي الشركات الأمريكية المهتمة بالأعمال والتجارة في المغرب، وتنشط هذه الشركات المشاركة بهذا اللقاء التجاري حسب ما كشفت عنه المصادر والصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالرباط في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية والعديد من المجالات الأخرى. وقد جاءت هذه الشركات إلى المغرب كجزء من برنامج الرياح التجارية الذي ترعاه وزارة التجارة الأمريكية، والذي يربط هذه الشركات بشركاء أعمال مغاربة محتملين. وشارك أكثر من 50 ممثلا عن قطاع الأعمال المغربي في اجتماعات الرياح التجارية التي تنظمها المكتب التجاري للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء طوال نهار يوم أمس. هذا البرنامج الرياح التجارية الذي أقامته أمريكا في المغرب اتفق به عدد من الشركات الكبيرة من أجل عمل استثمارات غير مسبوقة بالمغرب. ما نراه الآن ليس بغريب، كما قلناها سابقا المملكة المغربية مملكة الأمن والأمان، مملكة السلم والسلام، وقبلة جميع المستثمرين. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. مباحثات روسيا وأوكرانيا ماذا حصل بها؟ على هذا الأمر اتفقت روسيا وأوكرانيا. أعلن مستشار مكتب الرئيس الأوكراني عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا. جاء ذلك في أعقاب عقد الوفدين جولتهما الثانية من المفاوضات في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا بغية حل الأزمة بين البلدين. وقال بودوبولاك إنه رغم عدم حصول الوفد الأوكراني على النتائج التي كان يطمح إليها من المحادثات مع روسيا، إلا أنه تم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عقد جولة ثالثة من المفاوضات قريبا. كان يطمح الوفد الأوكراني لإرساء وقف إطلاق النار وهدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار. ما نراه الآن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم ينتج عنها إلا إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين. وعلى هذا الأساس ما زالت الأزمة مستمرة وما زالت الحرب مستمرة. وها هي روسيا تتوجه لمحكمة التحكيم الرياضي لإلغاء استبعاد منتخبها من الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022. أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان عقوبة استبعاد منتخب بلاده من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 وكافة المسابقات الدولية
تحت بند لماذا تدخلون الرياضة بالسياسة، حيث قال الاتحاد الروسي أنه سيطالب بإعادة جميع المنتخبات الوطنية للرجال والنساء في جميع المسابقات، مطالب للمحكمة التحكيم الرياضية بإجراء سريع من أجل أخذ هذه التدابير. واعتبر الاتحاد الروسي أن فيفا وويفا ليس لديهما أي أساس قانوني لفرض هذه العقوبات على الرياضة. ما نراه الآن روسيا تريد أن تشتكي رسميا بسبب إدخال السياسة بالرياضة. اكتبوا لنا بالتعليقات شاركم بهذا الشيء، وهذا انتهى الموضوع عندهم، إيش جابوا لا. المغرب يواصل تجهيز منطقة الكركرات، وهذا ما تقرر تشييده بالمعبر الحدودي. من المنتظر أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة أشغال بناء مفوضية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركرات المتواجد أقصى الجنوب المغربي. المعطيات المتوفرة تفيد أن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب سيصادق خلال اجتماعه مطلع الأسبوع المقبل على اتفاقية بهذا الخصوص، حيث يتضمن المشروع أيضا بناء سكن وظيفي للأطر الأمنية العاملة بالمعبر. للإشارة فإنه ومنذ أن تدخلت القوات المسلحة الملكية قبل سنة وبضعة أشهر لإعادة فتح المعبر وطرد المرتزقة الذين كانوا يعرقلون حركة المرور، تم الشروع في تغيير طريقة تدبير المنطقة وجعلها معبرا حدوديا بكل مقوماته الأساسية. هذا ما أعلنت عنه المصادر منذ ساعات معدودة، وهذا كان قرار المغرب. هل انتهى الموضوع عندهم؟ إيش جابوا لا؟ روسيا والجزائر. عجل تتسبب العقوبات الغربية على روسيا في إلغاء صفقة تسلح ضخمة غير مسبوقة لصالح الجزائر. اتخذت الدول الغربية قراراً بعزل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت الخاص بالمبادلات المالية بين البنوك الدولية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على العديد من الصفقات بين روسيا وبلدان العالم. وعلى هذا الأساس روسيا مضطرة بأن تسحب عدد كبير من الصفقات، وذلك الدفع لم يعد موجود، إذ خاصة التي تستقبل الواردات الروسية، حيث ستكون هذه البلدان مضطرة لإيجاد صيغ جديدة وآمنة للدفع المالي مع موسكو. كما أن هذا القرار هو واحد فقط من القرارات العديدة التي أصدرها الغرب، ولا زالت أخرى في الطريق بهدف عزل روسيا عن العالم وتكبيد اقتصادها خسائر كبيرة كرد فعل عن الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية اليوم الثامن على التوالي، ومن بينها عزم أمريكا على فرض عقوبات على البلدان التي تقتني الأسلحة من روسيا. وفي هذا السياق فإن هذه التطورات السريعة تضع صفقة جزائرية ضخمة للتسلح من روسيا موضع شكوك بشأن إمكانية اكتمال الصفقة، ويتعلق الأمر بصفقة تسلح تصل قيمتها إلى 7 ملايير دولار أمريكي وفق ما كشفت عنه صحيفة أفريك أنتلجنس في يوليوز الماضي بالتزامن مع الزيارة التي قام بها شنقريحة إلى روسيا. وعلى هذا الأساس إن روسيا مضطرة لكي تسحب هذه الصفقة إن لم تجد الجزائر طريقة من أجل دفع المال. وبخصوص الجزائر فإن الغموض لا زال يلف مصير هذه الصفقة المرتقبة مع موسكو. بالنظر إلى الغموض الذي يلف مستقبل روسيا نفسها بعد اجتياحها لأوكرانيا والتعبئة الكبيرة للبلدان الغربية من أجل إضعاف موسكو اقتصاديا ودفعها إلى الخروج من أوكرانيا بدون أي شر، ما نراه الآن على ما يبدو الصفقة الضخمة التي كانت بين روسيا والجزائر لن تتم، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول، روسيا مضطرة أن تسحب هذه الاتفاقية لأن الجزائر لا تستطيع دفع المال كما رأينا بفرض هذه العقوبات التي فرضها الغرب، إلا أن وجدت الجزائر طريقة أخرى من أجل إرسال المال، وحينها أمريكا هددت الدول التي تأخذ الأسلحة من روسيا بفرض عقوبات
فورية. ومن هنا نعلم أن هذه الصفقة أصبحت بالهواء. اكتبوا لنا بالتعليقات شاركوا بهذا الشيء، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سلام، أكسنا أخذ كل أحبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.